قوله فصل لربك وانحر. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله ابن الحر والله، لعن الله ابن لعن والديه، لعن الله ابن واحدا، لعن الله ابن غيره من هذا القول. رواه مسلم. نعم، فعل الله اللعن والطرق والتعالى ورحمه الله. لعن الله ابن لعن والديه لعن محبه وتعظيم. لعن الله ابن لعن والديه لعن مباشر أو يسقط على الله ويسقط على الله، إما يلعن مباشرة أو يكون سببا. علم منار الله أي الحضور، يغنينها بغير حق. تعد على الحضور أن رجع من معشر الناس وأخذ ودفع وكذا بحق هذا لا شيء. ولعن من منار الله المحدث الإحداث المصري إحداث الدين وإحداث شكر إحداث الدين التغيير الباطني ومن وقف أجروا الطيب وبيعهم السيارات لنا وأنتم معنا بها. الثاني إحداث شكر النصوص وقطاع الطريق ومن يخرج على الناس بقتل وسفك دماء. نعم. عن طالب بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. في ذباب اي كسر الذباب. نعم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ هذا فيه ان الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تشوي. هو يعرف ام لا يعرف هذه المساله. نعم. قال: مر رجل ان على قوم له صنم لا يجوز احد حتى يقرب له. السحابة مع السحابة والجمهور لا شك فعل الله من غير
القصه العظيمه وهي قصه الذباب. نعم. قوله دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. وهذا صحيح الحديث نقول ليس لديه الاكراه. نعم. معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين. قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على قدر ولم يعتقد على غلبتهم مع كونهم لم يخرجوا الى العمل الظاهر. يقال ان الشيخ رعاه رحمه الله اكثر من بحر ولعب من بحر واخذوا يستغيثون بغير الله وكانت السبيل. الشيخ رعاه معهم النار وقام الشيخ رعاه وامن قال والله هذا الذي تفعلون منه يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب من
في هذا المسجد ويعين من الصحابة أقرب هذا المسجد مسجد راح إلى مسجد أسس على التقوى. نعم، لماذا؟ أمر بهدم وحرق إتلاف الماء. نعم، يصح إتلاف الماء للمصلحة، والمصلحة حتى لا يتكلم أحد الشرك. من بعد المشركين كما يسمع بعض الناس اليوم الشجر رفعها من عمر رضي الله عنه، كتاب تحت في الرضوان أماكن كان يقول بعض الناس أنهم عمر رضي الله عنه، وهناك الناس في هذه الأيام من بعد المشركية. نعم، قبل لا يتفق على السنة والجماعة، لا يمكن فضل نبي من الأنبياء والرسل إلا فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتفق على السنة والجماعة على أن لفلان من الناس رأس واحد. نعم، رأس واحد، لكن اختلفوا في أنه لا يعلم أكثر من أصغر رأس في مصر ورأس في الشام ورأس في باكستان ورأس في كذا ورأس في كذا. كم رأس؟ رأس واحد إخوان. لا، هذا هو العلم من رأس هذا العلم من رأس من رأس. نعم، قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال رجل من بني الخراق بن الجوال جوال اسم بحقها. نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان في هواء من كان الجاهلية يربد قال هل كان في الماء فبلغ لو كان وما زال من باب أول. نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان في هواء من كان الجاهلية يربد قالوا لا قال لا كان من عياله قالوا لا إذا لو كان في هواء حتى بعد الزواج أو عين بعد الزواج قال يربد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي في نذرك فإنه لا وكالة لنذرك في معصية الله فما في ما لا يملك وما لا يملك رواه داود وإسماعيل على رحمه الله. نعم، إما لا يملك المال إما شرعا أو حكما. شرعا أو حكما يعني الآن لو قال لك عن المطير بيدك لا أشرك بالله فيها وسوف مع الشياطين. كذلك وقال لا علم أن أتصدق بمالك على السيارة ولا لا يملك. هذه مسألة تفسير قوله يعلم به عبد الله فسرناها فقلنا أن هذا المسجد فيه مقربة هذا في تنبيه لمن أراد بناء المسجد قبل البناء لا بد ان تكتب من يصلي في هذا المسجد كان من يقوم المصلين لعل احد من المسجد تراب ثلاثه هو اصلا. نعم، لا بد ان تعرف من يصلي وما يقال في هذا المسجد ومن يقوم المسجد لان هؤلاء باطنيا قال المسجد ابدا ونحن نعرف كل المسائل ولو كلمنا هذا الشيء. نعم، ابن المسجد في آخر الأمر تجد أحد الضلال ويكون منار الكفر وضلال الصلاة والسلام. أن المعصية قد تؤثر في الأرض وبالتالي المعصية تؤثر في الأرض كما أثرت في الاستقرار وكما أثرت أي الجحفة وهو الحمى أي حمى المدينة الجحفة. لماذا دعا أن الحمى تنتقل من المدينة الجحفة ولا يدعو أنها ترتفع؟ لأن الجحفة بلد الشرك أثر. نعم، والطاعة لا تؤثر كما في مكتوب في المدينة أو المساجد. لمسجد أسس على التقوى، كل مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، ومسجد النبوة، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى، وكل مسجد أسس على التقوى له فيه، وكل مسجد أسس على الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، والله ما له فيه. نعم، وأنتم مسألة المشكلة هي المسألة التي لم يزول الإشكال. أنا لا ولا يدري هل كان في
حسن استرسل قطعاته من الكلاب بسبيل الى خلق من الموالي. نعم ما هي الموالي قال؟ المنع من وجهه جانبه وهذا من اركان الجاهليه ولو بعد زواله. انتبه الى هذه النقطه قال ولو بعد زواله اعيد معناه كذلك ولو بعد زواله. المنع منه إذا كان في من حياته ولو بعد زواله أنه لا يجوز وكاله بما نذره تلك الوقعة لأنه نذر معصية. الحذر من مشابهة المشركين في حياتهم ولو بدل الصدق لا نذر في معصية لا نذر